السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنقول لاولادنا اسم من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله المبدئ. المبدئ هو المظهر، هو المظهر للاكوان على غير مثال، الخالق للعوالم على نسق الكمال. وأدب الإنسان مع الله المبدئ يجعله يفهم أمرين، أولهما أن جسمه من طين وبداية هذا الهيكل من الماء المهين، وثاني شيء المفروض ان احنا نفهمه ان روحه من النور ويتذكر بدايته الترابية ليذهب عنه الغرور. تمام. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. سورة الأعراف الآية 29. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. سورة الأعراف الآية 29. الحديث: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعادل عند الله جناح بعوضة ما سقي كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعادل عند الله جناح بعوضة، يعني حاجة لا تسقر، ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي. أسبوع الخلق ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاث، وخلق النور يوم الأربع، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعات من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. أسبوع الخلق. سبحان الله المبدئ. أسبوع الخلق ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعات من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. تمام. سبحان الله المبدئ، ده اسم الله المبدئ. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.